بناء على قرار نيابة التنفيذ بتكليف وزارة الصناعة والتجارة بإتلاف المضبوطات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والتي تمت مصادرتها والتحفظ عليها، قامت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة بتنفيذ عملية الإتلاف لتلك المواد بالتنسيق مع الجهات المختصة. نعم، وصرح الوكيل المساعد للرقابة والموارد السيد عبد العزيز محمد الأشراف بأنه قد تم استلام شكوى من قبل أحد المواطنين مفادها قيام إحدى الشركات لبيع المواد الغذائية لتغيير تواريخ انتهاء صلاحية بعض المنتجات الغذائية. وبعد التحقق والتحري من مضمون الشكوى تم رصد المخالفة والتحرز على المضبوطات من المنتجات الغذائية التالفة والمغشوشة، كما تم تتبع للمخازن ذات الصلة بالمحل، وتم التحريز على 3704 صناديق من التمور ودبس التمر المنتهية الصلاحية في 5 مواقع مختلفة، بالإضافة إلى وجود المواد والطابعات المستخدمة لتغيير صلاحية المنتجات. وأضاف الأشراف بأنه جرى تحويل الحالة للنيابة العامة، حيث صدرت الأحكام القضائية ضد المخالف ومصادرة وإتلاف المواد الغذائية والمواد المضبوطة محل المخالفة، وعليه تم تنفيذ قرار نيابة التنفيذ بإتلاف المضبوطات بعد أن تم التنسيق مع المختصين بوزارة شؤون البلديات والزراعة. تم الانتهاء من مباشرة شكوى تلقتها إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة مفادها قيام أحد المحال التجارية ببيع منتجات منتهية الصلاحية، وقد تحققنا من الموضوع وبالفعل تبين أن هناك منتجات يعاد تعبئتها مرة أخرى ووضع تواريخ صلاحية جديدة. وأيضا قمنا بالتعقب لهذه المحلات والمخازن التابعة لها، وحرزنا على كل المنتجات وحولنا القضية إلى النيابة. ومؤخرا تم استلام الخطاب من نيابة التنفيذ بإتلاف هذه المواد المضبوطة، فقمنا بإتلافها بالتنسيق مع الجهات المختصة. تم التنسيق مع المختصين مكاب عسكر لإدارة النفايات لتنفيذ قرار نيابة التنفيذ بموجب القرار الصادر لإتلاف المواد الغذائية المنتهية الصلاحية التي تم رصدها من قبل إدارة التفتيش في وزارة الصناعة والتجارة على عدد من المخازن لإحدى الشركات اللي كانت تقوم بتغيير تواريخ صلاحية المنتجات المنتهية، وتنوه إدارة التفتيش باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال القش التجاري والتلاعب بالمنتجات المنتهية الصلاحية.